يا صباح الفل، يا صباح النور، يا صباح البنور. مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل يسمعوا فينا وين ما يوصلهم صوت راديو اي اف ام. احلى راديو بيزاجي معاكم في وقيت بيا. مازلنا نهارين معاكم في وقيت بيا، ومعاد تنطلق البرمجة الجديدة لراديو اي اف ام. بالتوفيق للناس الكل، ليك خانيكر كل حاضرين، خليلو في الاخراج. صباح الفل خليل، يوعدكم ببغنيت حلوين برشا والله. وعد، اقعدوا معنا برك، اقعدوا ما تبدلوش الموجة، اقعدوا معنا على راديو اي اف ام بعد شوية. الو صباح الخير مع عهد اللي هو موجود بحذية توا ومتقلق، يا سرعني بالدموع على خاطر اكاهو فات، نزلت لنا حلقتين. شو كيفاش؟ ما تبكيش ما تبكيش. ريت بونجور باي، بونجور الناس يسمعوا فينا. صباح الفل. صباح، اهلا وسهلا. صباح ريقد عاد توا ليه؟ مش باش نرقد برشا، باش نزيد له ساعة. نزيد ساعة، حطينا باش نزيد ساعة. نزيد ساعة نوم ونرجعوا للخدمة هكا وكاو. فوالا، دونك شكون حصلت اليوم في الو صباح الخير؟ جست باي حاجة برك، خاطر قاعدة تغزر مغاديكا. شكون؟ لسيل نتاع الأولاد. قال لك سمينا الكل. اي باش لازمنا نسمي كل عادة، نسمي الناس الكل. دونك وقتاش ما سميتش؟ نجم نسميهم انت؟ نجم باش نسمي انا شكون؟ هاكا زعما صحبة صحبة ونية ما فماش. سمينا شيحة. سميت شيحة؟ نسمي ليكيب الكل. انا حرة، انا المنشطة، انا نحكم، ما يدبر عليها حد شنو نقول شكون ما نقولش. ولا باي خليل قليل اللي بربي بربي يقول كل الاسامي. دونك بعد شويه محمد شيحه في اي اف ام. ديكوفيرت شيف بوجلبان في دبرت اليوم، ساسوها في المارشي ملكه في قايت صغارنا. شنو المزيل؟ شنو مزيل يا عاوني عهدو؟ عهدو ايه بالغايب في على بزو معناه اللي قلت عليه. على بزو معناها، وقلت شيف بوجلبان قلت، وزاد كيف كيف وقاية تونسي وما أدراك اللي نخدم بها، واللي هي من أهم الفقرات اللي أنا نحبهم برشا، وش خليوا عليا بلاصة كبيرة كبيرة برشا. دونك أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. طقس خريف، طقس خريف واضح، لي احنا في قلب الخريف. اشي طيب السفرجل، واشي طيب شنو اخر هو اللي تيب تو في الوقت تو؟ الرومان والرومان والسفرجل. فما نورمالمون زاد الانزاس ولا اي كل 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 حاسين بالحاجات الكاسحه اللي كيف كنتي كل تيبو تو باهي نكهه وجونا بي. حاب تسمع حاجه كاسحه مالها بيا؟ انا ماذا بيا برا اخونا خليل. هاي خليل واي ثلاثة يلا يفهم وقيت بيا. الو صباح الخير. الو صباح الخير خويا. صباح الخير خويا. صباح الخير. بربي سي 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 امير استاذ العربيه. تفضل. باهي سيدي، بربي عندي الوليد انا ماذا بيا نقريه. قريه. هي انت شكون طالب؟ طالبك انت سي امير. انا مانيش استاذ العربيه. لا انت باهيش زاد، قلت لي تو سي امير. ما سمعتكش مليح يا زوج. قلت لي استاذ. استاذ تفضل. استاذ. اي استاذ، انا قلت لك الوليد ماذا بيا. انت استاذ مش انا استاذ. خاتيني انا كنت قلت لي انا استاذ. انت قلت لي الاستاذ تاو سي امير مش انا. يا ودي انت قلت لي انا استاذ مع قلت لك مرحبا. لا قلت لك الاستاذ امير، قلت لي مرحبا. لا في بالي انت قلت لي انا الاستاذ، قلت لك مرحبا. اي معناها انت ماكش استاذ، معناها انت ما استاذ هكا انت قلت لي انا استاذ. لا معناها انت استاذ ولا ماكش استاذ؟ لا انا مانيش استاذ. انت هكا قلت لي انا استاذ. لي انا استاذ كي انت ماكش استاذ. استاذ هكا انت استاذ؟ قلت لي انا استاذ. قلت لك انا بالاستاذ. اي باهي استاذ، انا نحب نقري ولدي استاذ. مش انا استاذ، انت استاذ. انا خاتيني مانيش استاذ. باهي انا عندي الولد نحب نعلمه، نحب نقري الدنيا، نحب نفسر له، نحب يحكي انجلي وفرنسي وعربيه، نحب يعرف يعمل اللي يكتب ويعرف يقرا، فهمت؟ اي ماذا بيا نقري تيود انا باش يفهم الدنيا ويعرف. اي انا شو مدخلنيش قري. اي بقداش نقري انا استاذ؟ بقداش سيدي؟ شو بقداش؟ اي دبر لي تيود باهيك انت ما تقريش. لا تو ندبر لك، كلمني العشية. قول لي بقداش الساعة؟ وين تسكنوا؟ وين انت؟ وين اليوتيوب؟ انا اللي طالبك مش انت اللي طالبك. نحن في الذهيبه. لا انا لا في حمص شربقتك ما رجعتليش، فهمت؟ حمص شنو؟ شربقتك ما رجعتليش. خنفسر لك هو انا المشكله وين؟ مسكين لقيته مطيش في الكياس، فهمت؟ يلزمه يقرا. شكون لقيته مطيش في الكياس؟ الحكايه
لا تنحكي لك علي باش يقرا تو تو قلت لي ولدي تو صبر كيما ولدي كيما ولدي معناها مش اه كيما ولدي كيما ولدي فهمت صحيح يحب المجتمع المدني لا له له قاري مسكين ولا يعرف يحكي قداش عمره ايش عمره عمره 3 سنين ونص تو كيكا 3 سنين ونص لا تو انا هذيك المشكله مفركس خاطر كلمت برشا جاردويت ما قبلوهوش فهمت الفكره اكثر راه جديد حد حيزور باه ينصحك به لا هو معناها خليني نفسر لك معناها صغار كي يحطوه بحذاهم كي يهبشوه وهو يولي كيك نرفوزي فهمت اه يضرب السكينه لا ما هو القرد اللي نحكي لك عليه ما اه ثاني لقيت قرد اي ما علاش نحكي لك يا فهم وقيت بيا مثلا انت لقيت قرد كل عادة نفس السؤال باش نسأله لك طلبت السماح من بعد ما هو ملعب لا السيدة ذي لي الحق عليه على الكلام اللي قاله لي على الكل ما قاله لك السيدة ذي مصلي على النبي حاجة أبدع أبنورمال القشة ما ولا هلا ما فدلكش سمعت ولا سمعت ليه راس راس خرج كتير كنت ما في ميهموش ميهموش لا ميهموش ما انت كان شدك راك لا طلع كيس حسيت طلع كيس جردني جردني بكل شيء عاد بعد شوية عنا الفار زيدا اي شوية اخبار ذكي ديك اللي اسا كونتون يا باي اسا كونتون اسا كونتون يا باي تو في سا اسا كونتون افيك سا تا فيو العملة شفت كيفاه اي تفضل سامحنا تو هاي اسا مش عمل يطرح تو هكا هو اسمعني خلينا نكملوها بالكدية هالحلقتين دونك بعد شوية باش نحكيو مع محمد الشيحة باش يهزنا على بيسات الريح البليسة تبل 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 في قربس انتبهوا مليح اسمعوا الفقرة هذه هي فم ديكوفيرت بعد شوية لكن قبل هذية فاصل وراجعين محمد الشيحة في اي فم ديكوفيرت يا سيدك بن سيدك فما اللي يسمع فينا رقل ممشينا القربس ما نعرف القربس ما هو حكيتونا على قربس اسمعوا توا على شنو باش نحكيو بالضبط في قربس دونك صباح الخير بايا صباح الخير الناس الكل تحتل تونس المرتبة الثانية عالميا في السياحة الاستشفائية نلقاو عيون تجلب الزوار صيف وشتاء ومن أبرزهم عين عطروس اللي نلقاوها في قربس المدينة اللي كل مرة نكتشفوا فيها ميزة من البحر للجبال والغابات وزيد العيون عين عطروس اللي يرجع تاريخها الوقت الفينيقيين واللي تبعد على تونس 66 كيلومتر تقريبا نلقاو درجة حرارة الماء فيها توصل 50 درجة هذا علاش نلقاوها في الشتاء وجهة للزوار اللي يحبوا يعوموا واللي يلوجوا على العلاج بالماء السخون اللي خارج منها نلقاو الماء غني بالمعادن والكبريت الحاجة اللي خليتها وجهة استشفائية معروفة ومن أبرز معنا في تونس وينصحوا بها العبيد اللي عندهم أمراض المفاصل والأمراض الجلدية خاصة وفما لوحة رخامية عاملتها وزارة الصحة تفيد اللي عين عطروس فيها خصوصيات علاجية ونلقاو حاجة غريبة اللي هي عيون في وسط البحر أي نعم معناها تخرج في ماء حلو وسخون يوصل 50 درجة في وسط ماء مالح وبارد في قلب البحر ونلقاوهم في ثنيتنا وإحنا ماشيين لعين عطروس من عين كناسيرة ومش هذا برك نلقاو بحرها من أزين ما فما شطوط صخرية تحلى فيها من القاعدة وشطوط مجهزة نلقاو كل ما يلزم باش تعدي نهاير مزيان على البحر ونتمتعو بالعومة ونسمة اللي ترد الروح ونلقاو بارتي فيرج للي يحب يبعد ويرتح حسابه بلاصة أقل ما يتقال عليها ساحرة مناظر طبيعية وعيون وخضار وزيتها من الكالم وراحة البال ومعنا هيفا تنبورة أسيلة المنطقة ومن العبيد اللي تعرف بين عطروس مدام هيفا صباح النور اهلا وسهلا جميل اخيرا عزيز صباح النور مدام هيفا اهلا وسهلا عايشك عزيزتي مرحبا دونك عين عطروس باش نحكيو بالضبط مش على قربس الكل لك باش نحكيو على عين عطروس بلي اول سؤال علاش سميت عين عطروس باهي ديما الاسطوره نتاع عين عطروس تعرف اخيرا الكل مرحبا بكم عين عطروس تسميت منذ القديم خاطر كانوا المعز يعبر والعطروس عنده الصوت نتاع العطروس الماء اللي كان يهبط من جبل في العين العطروس يشبه ياسر الصوت العطروس نتاع الكرم المعزه دونك سميت بها خاطر كانوا برشا تروبو نتاع الناس قديما يهبطوا غاديكا في الوحدة ونفس الصوت يشبه هذيك سميوها عين العطروس عاد سميوها صوت العطروس عين العطروس خاطر بما انها هي عين عندها برشا عيون عندها عين صبية نسمي على خاطر صبية تمشي لها عين الفاكرون خاطر تربي برشا فاكرون
بتقبل الشمس كل حاجه سبيسيفيك في حاجه باي. نحكيو توا على خصائص عين عتروس. عين عتروس هو نبع يهبط من ارتفاع 5 أمتار بالجبل وينتهي في البحر. في البحر ينتهي نتاعو يندمج درجة الحرارة نتاعو كي تبدا في الجبل توصل 59، أما يوصل لوطا بتعرف بالهواء والريح توصل حتى 50، يتدفق 39 لتر في الثانية الواحدة. الأمر اللي يجعله فيه خصائص ياسر علاجية ومعادن كبيرة من جبل هابطة، اللي منها كما قال مسيو محمد منها الكبريت، منها المغنيسيوم، منها الصوديوم، منها الفلوريدات، منها البيكربونات، وهذيك خليها قبله للعباد اللي تحب اللي عندها مشاكل باش يداوي ارواحهم، روماتيزم مثلا. اي الو يظل الصوت الصوت غاب. دونك فما برشا برشا امراض تداوى في عين السخون هذا بالماء السخون. نعرف انا نعرف اللي عندهم روماتيزم، اللي عندهم امراض جلديه زاده. فما امراض جلديه معينه زاده نداويوها معناتها يمشيو دونك معناتها يوصيو بها الاطباء معناتها يمشيو غاديكا مكتوبه حتى لو رقميه كما قلت لك من وزاره الصحه معناها معترفه بها. والغريب فيها اللي بالرسمي حاجه تحير، معناها كيفاش عين تخرج في ماسك في وسط البحر، في وسط البحر، في وسط ماء البحر باي، وما تخلطش مع بعض ولا ما تخلطش مع بعض، معناها تحط يدك هكا تلقى ماء بارد وانت في وسط ماء سخون في 50 درجه معناها مسخون. يعني انا ما نتصورش اللي فما شكون ابار هكا شويه بالشباب تعرف انت مشيت لها. لا الحقيقه لا شفت أما لا باش نمشي لها معناها باش نمشي لها صيف ولا شتاء، خاطر تنجم تمشي لها في اي وقت كما تعرف قلت لك العين سخونه وكل شيء بالضبط. ونتائجها مضمونه كبار وصغار، خاصه الامراض الروماتيزمي بتبيع. دونك حبينا نزيدوا ناخذوا اكثر نسالوا اكثر وناخذوا اكثر تفاصيل على الجهه. حبيت نسال على في الجهه وصلتش اليوم التجهيزات، فمش تجهيزات الكافيه اللي معناتها يستحقوا لها زوار عين قربص وعين عتروس بالتحديد، على خاطر انا خليت الحقيقه ملي مشيت عند ياسر ملي مشيت خليت حاجه اشياء عاديه. هي بلاصه عالميه بيا الحقيقه تستحق تجهيزات من جميع الانواع صراحه، خاطر تنجم تكون زاد وجهه سياحيه عالميه صراحه. ميرسي محمد شيحه، شكرا ليك. توا باش نتعديو لوقايه جمالك مدام اي ميسيو زيد، انتبهوا مليح للفقره هذه. دونك توا باهي عطينا ترانزيسيون سيلج فوالا. دونك توا باش نحكيو على مره اخرى مش المره الاولى على اباري ريفولوسيونير. اسمعوا مليح وانتبهوا مليح باش نحكيو على فوتونا اس بي ديناميس. ومعنا اليوم بالتليفون دكتوره ويام ودرني. دكتوره مرحبا بيك. صباح النور بيا، مرحبا بكل مستمعي. صباح الفل، صباح الجمال. يا كل اسبوع دكتوره نكتشفوا انديكاسيون جديده لفوتونا اس بي ديناميس، وباللي حكيني عليها باقي تقعد شويه لو كان تزيد تفسر لنا اكثر دكتوره لي زانديكاسيون هذوما. بيان سور افيك بليزير. دونك الماكينه في ديناميس دو فوتونا، فوتونا سيتون ماشين اللي هي متعدده الاستعمالات في مجال طب التجميل، يعني نحسنوا بها الوجه الجسم وحتى اون جينيكولوجي اوسي. دونك تجمع بين زوج موجات من الليزر، اكيد حكينا عليه هذا الاغديوم يا غولانتياك، والخاصيه هذه تعطينا امكانيه باش نعالجوا برشا مشاكل كانت يعني تصعب علينا باقل دوسويت باقل قلق اون بوستاك، تزاد باريحيه وسيكيوريتي كبيره. نجم نعطيك كيلكو زيكزومبل تاع لي زانديكاسيون مبينه لو تسمع مثلا. وي دونك سيرتو شد الوجه اللي حكينا عليه برشا بدون جراحه فوتوناك دي بدا الازاله الدائمه نتاع الشعر ليبيلاسيون لازير. لهنا فما اون بوتيت يعني كاركتيرستيك سبيسيال فوتونات خلينا نخدموا تكنيك فراك 3 اللي خلينا نخدموا حتى على جميع انواع الجلده، منها الجلده الغامقه الجلده البرونزي حتى الشعر. يعني اون جينيرال ساهل لحان الشعر الغامق والقوي، مي لهنا نجموا نخدموا حتى على الشعر الفاتح والخفيف. داكوغ بي. دونك زاد حب الشباب لي سيكاتخيس نتاع حب الشباب، اونكوغ تصبغات نتاع الوجه تحت الجسم، يعني توسكي حتى تدريب الشحم وشد الجلده، لي سيكاتخيس الحروق،
الشخير زاد حكينا عليه بيان سور تجاعيد جميع يعني كلكو سوا البروفوندور نتاعها. عندنا زاد تساقط الشعر اللي بليز اللي حاجه مطلوبه برشا يعني التوريد نتاع الشفايف ليدغاتاسيون تاع لي لاف اون جينيكولوجي اوسي ما حكيناش عليها برشا هذه تو كي اتروفي ريفيرمون فاجينال لا سيشريس فاجينال بروبسيوس دي اورغان بيلفيان لا كونتينونس زاد اليفور لازم نعالجوا زادة فطريات الأظافر. ثم حاجة زادة حكيناش عليها اللي هي سموث آي، هذه التجاعيد نتاع الجفون يعني حول العين الجفن السفلي والعلوي، نجموا نحيوا التجاعيد يتقلق برشا من غير عملية. إزالة الزوايد الجلدية زادة توت لي ليزيون بيني زادة نتاع الجلدة كالتلول وما إلى ذلك. عندنا زادة توت كيي فيرجيتور لي ليزيون فاسكولير فاري كروزازي يعني بغيت بين لازم نحكيو الغدوه اللي زندي على زنديكاسيون. اما من بالضبط من جمله لي زانديكاسيون اللي حكيت عليهم دكتوره، ذكرت لنا الليفتينغ، كنت تفسر لنا شنو هي الخاصيه اللي توفرها فوتونا اس بي ديناميس فيما يخص العلاج هذا اللي تخلي الباسيون والمتسان زوز واثقين من النتيجه نتاعها. فوالا دونك شد الوجه بفوتونا كدي سي تقنيه في قمه التطور، من غير جراحة، من غير بنج، من غير ألم، وذلك بغزلتا ناتوريل فرمانان سيف وفيبا انفازيف كم تكنولوجي يعني حاجة سهلة برشا. دونك ضم أربع مراحل، كل مرحلة تخدم على طبقة معينة من الجلدة وتعطينا يعني كل مرحلة تعطينا نفي بارتيكولي اللي الصوم متاعهم اللي زي فيها دوما كل يخدموا في نرجي يعطينا نتيجة متكاملة طبيعية وفرمانان. دونك ان جنرال تحفز الكولاجين، تخدم على الستركتور كونجنكتيف العميقه المتوسطه والسطحيه زاد نتاع الجلده، حتى ليزانبيرفيكسيون الظاهرين يعني نشوفوهم بالعين في الجلده، تعطينا ان فوليوم من غير ما نضطروا نعبوا بالفيلور اللي هي سينوت هابيتود، وسا ريدوي لي ريد بيان سور، تعطينا زاد ان كو ديكلا اللي نجمو نشوفوه ايميدياتمون زاد ابخي لاك اللي هي سي معناها حاجه مطلوبه برشا اون جينيرال نعلو اناك نحبوا نشوفوا ريزولتا ايميدياتمون. pour être sûr de l'efficacité. C'est des choses qu'on peut faire pour ton académie. Donc, on commence à voir yani, immédiatement les résultats. Ah, le résultat est immédiat. Tu as fait un raffermissement, une tonicité, volumisation. Ou bien sûr, c'est de longue durée. Yani, natija, les bismosol, après avoir fini le protocole, ou en général, qui est à l'effet, yani, binet, hum, char, من 4 جمعات ل 6 جمعات. باش تكون نتيجة دائمة متواصلة بيان سور افيك كيلكو سيونس دونتروتيان مي اون جينيرال يعني حفزنا الجلدة باش تصلح روحها، ما حطيناش حاجة اللي عندها ان ايفي تمبوغير يعني الجلدة صلحت روحها. المعروف دكتورة انه فما دي تريتمون نتجنبوهم في الصيف بحكم السخانة اللي تنجم تضر البشرة، توا بما انه الطقس بدا يبرد شنو هو لي زانديكاسيون اللي من المستحسن نخدموهم في الصيف في الشتاء؟ واضح. دونك ان جينيرال في الصيف نبعدوا على كل لي تريتمون اللي نجموا معناها لي تريتمون كي بوف اسونسيلمون فريليزي لا بو يعني كي نيسيسيت ان جينيرال اون سيرتان ايفيكسيون سولير اللي نبعدوا بهم على الشمس واللي ما نجموش نعملوهم سيغ اون بو برونزي على خلاف مثلا فوتونا كادي اللي هي نجموا نخدموها في اي فصل. دونك هذوما باش يكونوا لي تريتمون جينيرال اللي باش يؤدوا للتقشير نتاع الجلده كو سوا سوبرفيسيال بروفون ولا مويان يعني اون جينيرال لي تريتمون الير بيون تو سكي علاج تصبغات والكلاس نتاع الجلده اللي بالاسماء لي سيكاتريس اللي موجودين في الوجه ديما نبعدوا على التريتمون نتاعهم في الصيف. لكن لي سيكاتريس داكني سورتو الحفر نتاع الوجه تريتمون ديفور هذاك كل في الشتاء الزوايد الجلديه فوالا اون ايفيت توت اكسبوزيسيون حتى ساعات اكسبوزيسيون الير ليبر تقلقنا. دونك نبعدوا على السخانه، نبعدوا على الهيوميديتي، على العرق ايفونتيلمون قلق ويعني سونسيبيليزاسيون زايده نتاع الجلده في الصيف، هذوما جينيرال نعملوهم في الشتاء بوغ ايفيتي تو ريسك. زاد لي ليزيون فاسكولير في لي زون اكسبوزي كيما الباريس نتاع الرجلين والا حتى الغزاسي هكا الاحمرار زايد في الوجه. داكور نبعدو على التريتمون نتاعو في الصيف اون ايساي دو لو فيغ في لي سيزون فخواز. داكور شكرا ليك دكتوره ويام على الاضافات اللي قدمتها لنا فيما يخص الاله الثوريه في عالم التجميل فوتونا اس بي ديناميس. ميرسي. ريال سكان ميديكال لا تكنولوجي او سيرفيس دو لا بوتي.
فوتونا اس بي ديناميس اللي نفكروا مستمعينا بقدرتها على حماية بشرتنا من جميع المشاكل الجلدية وعلاجها. وكما كنتوا تسمعوا دقة فوتونا اس بي ديناميس تخلي نتائجها مضمونة 100%. ريال سكان ميديكال لا تكنولوجي او سيرفيس دو لا بوتي. نشكرك العادة ريل سكان ميديكال اللي وفرت لنا فوتونا اس بي ديناميس الأول مرة في تونس، واللي تنجموا تبعوا أحدث التقنيات في الباج انستغرام امتاحة ريل سكان استيتيك. دونك توا يا جماعة يا سيدك بن سيدك باش نسمعوا غنغم جميل مزيان. أنا ديما نخلي لهم المخرجين خاطر ياسر عندهم ذوق في راديو اي اف ام، نخلي لهم هما شوا باش يختاروا الأنغام. وبعد شوية نفكركم اللي باش يكون لنا موعد مع ايه بالغايب عاد كرباوي في وقيت على بيز، ومعناها دقيقة على اي اف ام أحلى راديو، وتوا وقيت على بيز ومعناها أي بالغايب عاد كرماوي. أهلا بيك أيوتا، صباح الفل. بونجور بايا بونجور عهد، صباح الخير الناس الكل اللي تسمع فينا على غاديو إي أف إم. ثلاثة أيام مازالونا ولا نهارين؟ على بيزو ماني مازالو قبل يوم من ثلاثة أيام يظهر لي أسكونتون يا بايا أسكونتون ملا أفيك سا يا بايا شفت العملة أفيك إيه يا بايا أفيك إيه يا عهد خاطر خارج أنت عارف مش الحوار على خاطر نسيت الشهرين نتاعك معايا في إي أف إم. نورمال نورمال نخدم على رواحنا نحن خبزة مش الحوار وما أدراك، ونحن قاعدين في إي أف إم وما أدراك صحيته أحلى راديو شكار خليل. أيوة أيوت أي نبدأ بالأخبار باش نحكيه على نيذال السعدي. هبت تصويرة وستاتيو على انستغرام قال عندي نهارين من اللي ولا عمري 34 سنة، كل عام وهو حي بخير نيذال السعدي فيغش كيفنا هذا نفس البرج. قالوا عندي 10 سنين بالضبط على بداية مسيرتي الصغيرة، ومن اللي بديت نتبع في حلمتي نفهم بالباهي شكون نيذال وشنو أرديتوه يخشني عامل في حياته. أي. دونك ديما هذا الكلام اللي قاعد يتقال مش اللي ذلك هو يظهر لي للناس الكل، معناها اي واحد يراوه في المقدمه يراوه ناجح عنده حضور اسم 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 كبير، ديما التعليق نفسها التعليق ساذجه تعليق ما فيها حتى عمق ما فيها حتى شيء. دونك باهي ياسك سمعت الكلمتين هذوما، فما اللي سمعوا اكثر من شكونك انت شكون تحب تسمعها كلمه مثلا اليوم تعطي رايك انت عهد عمرك 33 تقريبا انت لا اصغر منه انت اي قديه اصغر منه 3 سنين دي 3 سنين سما اصغر منه عندي تسمي نفس الجينيراسيون شو مادام ما عديتوش العشر سنين مادام نفس الجيل بعد العشر سنين تولي نحكي واضح. اما مادامكم في العشر سنين هذوك راهو يتسمى نفس الجيل متقاربين مش بعاد دونك توما نفس الجيل. اليوم انت تقول راي عاد انت اليوم تعمل فكره تاخذ موقف ما انت كيفاش تكون شو تقول مثلا اللي يقولوا لك شكونك انت وقت جيت ما عادش نجاوب انا باي من الاول كنت كلي ندبرم وكان بعد تلقى روحك في نفس الكور ديما نفس الدوره السيركل هي بيها الدور فيها مش تقعدش تجاوب في الناس الكل تقعدش تحكي مع الناس الكل تقعدش تفسر وتفهم للناس الكل هكا اللي توصل ساعات اسرتام موت ولا تقول ترش كيفاش اي حتى كي ترد ببليكاسيون فيها تصويرتك ولا انت ولا كذا ماذا بك ما تقراش زابي زابي تعدي طول بس انا راك باش تدبرم بالحق راه بالحق لا 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 بالحق هو في الاول راهو سي فري تدبرم اما من بعد تولي كي تاخذ قرار انك ما عادش انك تتجاهل انك تعدي فهمت ما انا جربتها بيا يعني الحقيقه ترتاح ترتاح هو راهو في رمضان سيغتو في رمضان توا الاولاد يمثلوا كل شيء الممثلين كل في رمضان يدي تلقاه يتبع باللحظة يتبع بالكلمة راه خاطر بالحق هو يتعب يصوروا أربع شهور ولا خمسة شهور ولا كذا باش يجي في رمضان يحب يفرح العباد ويفرح دار العباد ويحب يعرف زيادة شنية راي العباد فيه. يا خويا راك تلقى مجازر في مجازر مش نورمال راه لا مش عادي ما يعجبهمش العجب أي بالحق وليتي تسكروا هاللي كومنتير تولي ما عادش توصل شيء دونك تعرف أنت من اللي جام اللي يجيوك تعرف أنت شنو عملت دونك خاطر اللي جام زاد هذوك ناس تعجبهم ولا عجبهم خدمتك ولا عجبهم تصريحك ولكن ما عبروش ما كتبوش كومونتير دونك من احسن خاطر فما ما نعرفوا الصفحات الماجوره برشا. ونعرفوا برشا ناس وراهم شكون ومع شكون وضد شكون وتابعين انا قناه وتابعين انا اذاعه وتابعين دونك مادام نعرفوا الشيء هذا يسكر علينا لي كومونتير
رتحوا الفنانين ورتحوا المشاهير من هالحاجات ال وي سورتو متابعين انا مشهور زاد راهو لا تبع ايوا تتوا راهو لي ستار في تونس فما برشا دي ستار في تونس عندهم يجي فوق وراهم 30 40 باج تلقاها صحيح 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 اي دي جروب اي ما عندهم خدمه كان كان هذيك خاطر عندهم امكانيات باش يخلصوا دونك اي انت اليوم في بداياتك اليوم ترى دي كومونتير من نوع هذا انت شكونك وشكونك انت باش تعطي رايك وقتاش بديت و... انا ريتهم توا في الروبريك تاع لا بيزوماني بديت اي شفت شفت, شفت برشا نوع من العبيد اللي تعمل لي في لي كومونتير بون شوفوا مع الباج ماني ماما الحقيقه بون فما هكا كلك ميساج جايوني محليهم على انستغرام فما كلكو ميساج زيد يعطيو في رايهم والا يحبوا يصلوا فما عبيد من الدومين بعثولي الحقيقه محليهم على الاخر صحفيين وصحفيات ويعطيك الصحه كنت بدل هكا كنت واصل هكا نحترم الاراء الكل فما عبيد نحكي على النوعيه اللي يقولوا لك فما عبيد يقولوا لي اخي انت شكونك وين قريت وش تعمل وما عندك ما تعمل في حياتك ما فهمت عبارينا ما عندي ما نعمل قلت برا ندخل للغاديو ونحكي شويه على فلين وقت جيت هذه الكلمه انا اللي نستغرب لها شكونك انت شكونك انت انا كيفك انت كيف اي مواطن تحبش هك كيما اي مواطن نعطي رايي والله الحقيقه باهي كما قال عهد في بالك اللي انا خذيت برشا قرارات في حياتي سيف سنة في بالك اللي البارحه عملت 25 سنه دونك اليوم قمت كبيره شويه صغيره مثلت ايوه قمت باخذ شويه قرارات قمت شويه هكا ناض والله بالحق نحس بالنضج راهو ما خاطر ايه ديجا عندي مثلا شنو من القرارات ديجا عندي بيريود معناها قاعده نبدل شويه قرارات اني ما عادش نغزر الحاجات الخايبه ما عادش نسمع الكلام اللي الخايب معناها الخايب جونغر هذه الخايب قاعد يجي اي ما عادش أثر فيا باي ماشي أثر فيا معناها باش نقعد في بلاستي ماني باش نعمل حتى شيء ماني باش نقدم باش نقول يا فلين قال لي فلين قال لي نتفكر أول ما بجينا وقيت باي بداو لي كومونتير من نوع هذايا الآية فهمت عاد تجيني تعمل يا أخي أنا توا شنو اللي قلت يا أخي سمعتي يقولوا لي درا شنو قولوا هكا في الأول فما تتأثر أو حببنا تتأثر أما من بعد شفت كي تتعود تولي تضحك خاطر هما بنفسهم والكلام هو بيدو يتعاود والملاحظات هي تتعاود دونك تفهم اللي انت معناتها زيد معناتها باش تضيع تركز زيد باش تركز دونك باهي النقد باهي كيف يعطيك واحد نصيحه يقول لك مثلا حتى على الخاص يبعث لك يقول لك انا ننصحك بيسور فوالا تحس محبه مش بكره وباهي نرجعوا على نضال بربي انا نحب نقول كلمه في نضال معني خاطر نضال الحقيقه في 10 سنين ماهوش ساهل خاطر معني نضال تبعني ملي بدا للتوا فهمت دونك ماهوش سهل باش يكون موجود في تلفزه ولا اذاعه ولا باش يعمل فيلم وياخو بخي ياخذها مش في تونس في المغرب في فيلم في عينيا ظهر لي جو كوا الراجل عامل حاجات في فرنسا عامل دي بيس معناها نتاع دي ستاند اب ظهر لي والكل في 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 فرنسا في تونس كيف كيف يخدم على روحه اون بلوس الريتم نتاعو باهي انا يعجبني انا كنت نفرج فيه نقول اللهم صلي على النبي في الانستغرام قوم الصباح يعمل السبو يجي بكري عمناه اللي يخدم في الراديو بعد يمشي للحوار يعمل التورناج تاع المسلسل صليوا على النبي بالله عليه يا خلي وينك اللهم صلي على النبي على نيدال صليوا على النبي عليه والله بالحق الريتم نتاعو يا بايا تو مش نحكيو على الريتم احنا نحكيو على انا يعجبني الريتم هذيك كل واحد بدا يا اخي سامحوني بالله كي تقول له انت شكونك صحيح هو ممثل هو منشط نجح في التمثيل نجح في التنشيط مسيره باهيه بداها محترمه جدا عنده سيفان وجمهور كبير ياسر يحبه دونك ما عندناش ياسر معناها بالصف احنا يخدم. ممثلين في مستوى واش يلعب الراجل يخدم معناها بس صبح لليل كي تشوفه كيفاش يخدم نحكي على الريتم تاع الخدمه راهو معناها الراجل ما يرتاحش في ما يرتاحش في سيزون الراجل قال لك نخدم على روحي يخدم في كل شيء معناها سي نورمال باش يوصل الريزولتا وراهو كي تخدم بالطريقه هذيك راه سي نورمال زاد باش تلقى بارشة تستني لك فيه في الدورة وش تخير روح وهذية وشكونه هذية مع انا شفته هكا شوية معني في الغاديو من بعيد ما الحقيقة ما خدمتش معه ما كنتش عندي علاقة به لكن الرجل محترم على الاخر يقدر العبيد اللي تخدم معاه خديم مركز في خدمته دونك شابو نذال تخي بيا دونك نتعديو للخبر اللي بعد باش نحكيو على اما قبل فاصل خليلو اي فاصل لا يفهم أحلى غديو مرة أخرى رحب الناس الكل اللي تسمع فينا باش نواصل مع الأكتواليتي ومع الأخبار ومع إيه بالغيب
باش نحكيو يا بايا على عبد الوهاب الحانيشي في برنامج سيف ضيف مع منال التونسي. قال ما عنديش مشكله انهم يعاودوا لي غنيتي، لكن المشكله انه المعامله تقلق فتر خاطر فما برشا عبيد ما تشاورنيش معني كي تعاود غنيه. قال انا من اللي صغير نحلم اني نكون كيما احمد حمزه، الهادي جويني وبرشا فنانين اخرين تتعاود غنيتي كيما قاعد يصير توا، اما الحقيقه ما عجبتني حتى اعاده وخاصه لغنيه محبوبي. دونك يا مغنيه محبوبه، مغنيه محبوبه ياسر ومشهوره برشا، وبرشا فنانين يشتيو هكا باش يعاودوها معناتها يعملوا ريبريز. اعاده الاغاني باللي هي اعاده الغني وقت اللي مثلا الفنان مازال موجود مازال حي يرزق، انت معناها تقول ايش بيه يا فنان، خلي الشباب يغني لك، خلي لي جون يتمتعوا باللحن هذاك وينجحوا كيما نجحت انت، ولا لي مادام موجود الفنان مادام حي يرزق مش من حقك انك تعاود اغاني. فما 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 نوعين نتاع، انا بالنسبه لي انا نحكي على رأي الخاص، فما نوعين نتاع فنانين، فما الفنان اللي هو ملك الشعب، فما الفنان اللي يختار انه يكون هو ملك روحه، يقول لك انا نخدم في الفن باش ناكل خبز وباش نصور وباش كذا. فما شكون يقول لك لي انا راني فنان باش نكون ستاتيو في البلاد، فما نوعين راه. النوع تاع ستاتيو في البلاد ما عندوش الحق انه يجي للشعب ويقول، ولا يجي للفنان يقول له لي انت راك ما تغنيش الريبريز نتاعي، لا هذاك ارث وطني ولا تاع الوطن، انت كفنان ديجا انت راك تاع تونس. فما فنانين اخرين اللي يقول لك انا جاي نغني باش ننجح وندور الزيرو وندور الفلوس ونعمل الباكو، وانا غنيتي اذا ضربت اغنيه ها وينو، اذا ما ضربتش اغنيه هاني نخدم على روحي وعندي شويه عروسات، واذا باش تغني لي راك يلزمك تشاورني، وهذا حقه بالقانون حق. لكن قد ما تكون راقي، قد ما تكون تخلي تخلي الاثر نتاعك للعبيد، خلي تشيخ بيه العبيد، خلي تعم بيه تو بلي واحد كيمشي يغني محبوب ايش معناه، حب ياخذ فيو نعمل شي حب شنو يحب مش شي خليها الاغنيه اي حب ياخذ فيو حب ياخذ تو منطق الراب هذيرا لا 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 على ما ينجوش على ما ينجوش هو ما. هو صوته حلي في الاغنيه هو صوته حلي انا كفنان صوتي مشى مع محبوبي شيخ عليها شيخ مع روحي نحب نسمحها للعبيد. اجا نرجعوا للاصل، اختنا توم الفيو غني ام كلثوم تحب ما نعرفش نغني انا ام كلثوم، انا نعرف نغني لهيدي جوين ما نعرفش نغني ام كلثوم شنو نعمل انت والخانه انا خامت صوتي غادي شنو نعمل باي مادام اي مادام الفنان مازال ينتج ومازال ينجم يغني مازال ينجم قجومته تنجم تأدي مازال لبس عليك كيما عبد الوهاب حنيش كيما غيرهم برشا، كيفاش انا اليوم نكون قاعد في داري نسمع فلانه ولا فلتين هبط على اليوتيوب اغنيه وضربه وما غير ما مسأل وما غير ما شاور وقالوا هنا معناتها قالوا هنا نقفين على التسجيل شنو ولا الملحن الاغنيه وما تخرجليش على الموضوع الاغنيه. دونك شنو رايك هي باية في الموزيكا فما مدارس معناها توا انك باش تعاود اغاني العبد فما مدارس معناها كل واحد كيفاش يختار يعاود اغنيته فنان، وكي تهبط على اليوتيوب توا نشوفوا فما برشا عباد تكتب كوفر لفلان الفلاني دونك وقتها انت ما تعديتش على حقه معناها ديجا انت كتبت الاغنيه لشكون وراني انا عملت لها الكوفر نتاعها بطريقتي انا فهمت دونك الاغنيه وقتها ماهيش مقيده باسمك وانت جوست حبيت تعمل ريبريز وهوني راهو ما تنجمش حتى تشكي بيه حتى معناها قانونيا كي تجي تشكي بيه يقول لك راهو الراجل حاط لك اسمك ولا المراه الفلانه حاطت لك اسمك دونك قانونيا اما فيش خاطر انا باكزومبل مثلا حكيت انا وسي سي عبد الوهاب حنيشي وحكيت انا وسي شادلي حاجي سي شادلي الحاجي أيوة. والكل فنانين كبار في تونس ونعرفهم اللي انا صغيره لكن اغانيهم جت فتره ما وما عادش نسمع فيهم في الاذاعات والكل قالوا لي معناها نحن اوكي ما قلقنيش انكم تعاودوا الاغاني لكن حتى كي تكتبوا كوفر في اليوتيوب لفلين فلان يكلمونا بالتليفون ميسالش قلنا راهو باش تسمعوا اغنيه نتاعكم بستيل جديد احتراما للفنان ومحبوب عبد الوهاب الحانيشي اللي هو فنان كبير ومازال حي كما قلت انت ومازال النجم يخدم والكل هي اغنيه محلاها على الاخر باي اكزامبل شوفوا ايمان محزي كيفاش عاودتها بالستيل نتاعها هي بصوتها معناها الحنين وديتها على الاخر الاغنيه وضربت على الاخر الاغنيه وانا نحب نقول للفنانين اذا انتم تحبوا معناها ترجعوا الاغاني للسباق والا اذا تحبوا الاغاني تتماشى مع العصر بتاع توا مع الريتم معناها ريتمي ولا حاجه نجم انت كفنان تعود الاغاني نتاعك بستيل اخر بجيتار ببيانو بدرشنا فهمت خير من اللي يعودها فنان اخر كيما عمل عدن الشاويشي عيبك عملوا برشا عيبك عاود تسجيلها معناتها خرجت ياسر حلو دايوغ بالله برمج هنا خليله عيبك انا نحبها ياسر
عهد عندك ما تحكي في الموضوع. الكوفر راهو عند ديديكاس راهو للفنان. اي تكريم تكرم فيه راه. ما تجيش الواحد باش يكرمك تقول له ما تكرمنيش. لا نجم نقول له ما تكرمنيش. ما نحبش غنيتي تتغنى. فما منطق عالمي يا راهو مش فنان تونسي على كيف ويمشي. فما منطق فما راهو نواميس في العالم هذايا وفما ضوابط تمشي به. فما قوانين وفما اعراف. معناها كي نجي انا نغني الاديل يلزم اديل ناخذ المشاوره نتاعها هاك تقبلها بيا كي تونسي يغني الاديل. هاك تقبل تونسي يغني في المشارقة. وعبد الحليم وغيره. هاو يغنيوا في المشارقة ويغنيوا لهم كلثوم. ماك تحضر وتقص بالتيكي وتتفرج في كارتاج في واحد يغني في غنيته مش غنيته. مش غنيته صحيح. خلينا نبداو متفاهمين. يا اخي ما تحكيش المرة اللي فاتت انت على نور مهنا قلت شنو هي الاغنية اللي يغني فيه هو اش عنده؟ اي بالضبط. صحيح ولا لا؟ ما عندوش اغاني تقريبا عنده اغنية معروفة. ساعة قداش من كوفر ينجح غناء قداش من غناء تبدا باركه ماهيش ماشيه إيه يجي كوفر خلينا نكمل بلا اما ينجح المطرب هو اللي غناها تنجح الاغنيه مش تنجح الاغنيه نعطيك مثال ميساج نجم نعطيك مثال فما اغنيه زيري تعمل لها كوفر انا بعدك لا مش هذيك فما واحدة اخرى اغنيه قديمه 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 عاود جي السيد واحضر ما في فكره سامي بعد الكوفر وجيم مولاها الاصليني الفنان الاصليني وحضر في فكره سامي في تونس وعمل التورني نتاعو وخدم في تونس رجع الفنان الاصلي خدم به ممكن زيدا فما فنانين تتقلق قولك يا اخي انا علاش ما عملتش النجاح سكسي هذيك بغنيه نتاعي علاش عملها فلان اخر ممكن فما اسمع راهو الفن غيره راه تغير على انتاجك ولا تغير على غنيتك نتفاهم الجانب الاناني زيدا ولا نتفاهم نتاعي اغنيتي انا اللي تعبت عليها انا اللي شقيت عليها انا اللي لوشت عليها ابحث كيفي لوش كيفي اعمل سكسي كيفي اما مش تاخذ سكسي ديجا حاضر خاطر هكا قاعد يصير ياخذ لك اغنيه سكسي يعرفها اللي هي سكسي وناجحه وياخذ يغنيها باش يخدم مش معناته تكريما مش تكريما للفنان ما ساعات راه تاخذ اغنيه سكسي راه ما تنجحلكش بالكوفر نتاعك معناها قليل راه اللي ينجحوا لي كوفر توا في تونس أي أي أي. قليل برشا على خاطر تلقى باغ اكزومبل صوت زاد فيها اضافه والا الريتم تبدل يا اخي عطات حاجه مزينه على الاخر دونك قليل برشا نحن بوغ ايفيتي سا بيا نقولوا للي جون معناها لاصحابنا والكل يهز التليفون ويشاور وكهو وبعد ما نصورش يقولوا لهم لي ويا ريت الفنانين خاطر مازالوا تبارك الله عليهم توا عبد الوهاب شكري بوزايين عدنان معناتها اللي هو اكبر منهم اما تبارك الله مازالوا يعطيو مازالوا يغنيو ويبدعوا في الغناء دونك عاودوا توما اغانيكم راهو فما دي شي دوفغ في 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 خزينة الإذاعة للفنانين الفنانين هذوما دونك عاودوا لهم انتوما تسجيلاتهم جددوهم ما تخليوش فرصة حتى حد يغني لكم بلا. نكملوا مع الاخبار الاخير بيا باش نحكيوا على لطفي منطقه كان بحذينا في لايف ستار مع يوسف البحري قال ساعات نقعد بيت في اخبار تخرج كيكا هو العمل نتاع حنبال في حومتنا نتاعي باسمي ومسجل في حقوق التاليف ما فهميش اصلا اخبار عوده حنبال في حومتنا هو في صفحه كتبوا رمزي هل تعلم باش يكون موجود هزيت التليفون كلمته قال لي ليه انا في قناه التسعة عندي برنامج اسمه التحدي هذوما ساعات يخرجوا خبر موت اللهم عافينا باش يخدموا صفحه انا كنت نجم نكون موجود سنه في حنبال واحلى لأيام حياتي عديتهم غادي ولكن الخبر مبدئيا في الوقت الحاضر ما فهميش منه انا والله باش نحكي في الموضوع هذا على الصفحات هذه المرتزقه هذو معناتها اللي قاعدين يطلعوا ويبرزوا اتغير مشاهير بحكايات فيك اغلبها بمصايب الناس يخدموا بكل شيء معناها فماش قانون ينجم يوقف لنا هالنزيف هذا باللي قاعدين نشوفوا في عناوين كل يوم قاعدين نشوفوا في حكايات كل يوم يندلى الجبين انا صدقوني معناها انا ما عادش نتبع على ما تعبت معناها تو باش تعمل افوكا باللي باش تعين افوكا باش يدور لك على لي باج هذوما الكل سيق الفيسبوك معناها نهار كامل هو طالع فك الكي طالع هب الريق تاعو يشيح فوالا فوالا دونك فما برامج بالحق باهي كي تتعاود فما مشاريع بهيك محيحة نبل في حومتنا بنفس جديد وبروح جديدة خاطر حاجات بصورة الصورة القديمة والآية الكاشي كاشو جماعة كاشي كاشو حنا بال في حومتنا قويين قويين يدي روك فما الأخر نجيب القاضي والشمس عليك شمس عليك معناها راه فما حاجات راه فما حاجات لو كنت تعاود توا تاخذ نفس النجاح ولا لا راهو هذا السؤال ردوا بالكم راهو توا ولا المتفرج ياسر صعيب اكزيجون
يحب على الصورة، يحب على ياسر حاجات أمور تقنية. دونك يعني ما تعرفش على العمل كي تعاودوا ينال نفس النجاح. جاء في فترة نجح في الفترة هذيك، توا اليوم ينجم ينجح، هذه هو هذه نقطة الاستفهام. شكرا، ميرسي بايا، ميرسي عاد كرماوي. خليكم على الجميلة الشيماء الميتيو والأخبار، وراجعين في قيد بايا.